البنات، سلام حبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير. معكم سما يلا جبنا هاد الغزاله هادي من التياتر، تديلو التياتر نهار السبت في الصباح مشينا جبناها، دابا خارجين خاصين بعض الاشياء الغرفه ديال تيانيس، غادي نرجع غادي يكونوا بعض الشهيوات كما انا عودتكم على القناه. ونتمنى هذا الفيديو هذا يكون ممتع، يكون مفيد، يكون دوزوا معايا واحد الوقيته اللي هي ممتعه وتخرجوا منه بواحد الافاده، متاكده بانه غتخرج منه بواحد الافاده وفي نفس الوقت تدوزوا معايا واحد الوقيته اللي هي ممتعه. ماما يعني شي مدن دي كوبيي. يومي معكم نهار الحداقه، الحماس، الدوران او روتيني او نهاري معكم او كيما بغيتو تسميه، ولكن هذا النوع من الفيديوهات تعجبكم بزاف بزاف، غادي يكون جامع كلشي وغادي يكونوا فيه شهيوات سوما اللي تتبغيهم. فين دابا حنايا كاينين في بيت خاصني بعض الاشياء باش نكمل الغرفه ديال تيانيس، وبيت نخوض الراي ديالكم يا البنات ما يخص الصالونات. نتوما دابا تعرفوا المنزل ديالي، واش غادي يليق ليا في النظر نتاعكم صالون مغربي بلا ما نغير لا ديكوراسيون، يعني نغير داكشي ديال لا سالا مونجي، ندير غير صالون مغربي ونخلي لا سالا مونجي، ما هو الراي ديالكم؟ او غير نخوض كنابي اللي هو عادي وندير صالون رومي باش يكون داكشي اونغموني مع لا سالا مونجي اللي عندي؟ غادي ننتظر التعليقات نتاعكم على تحت في التعليقات، وهنايا تنوري لكم بزاف ديال الصالونات. شوفوا معايا وقولوا لي يا البنات شي حاجه الى عجبتكم فريمون، شي حاجه الى قطات لكم في العين وقلتوا هذه راه غادي تجي في الصالون ديال سما، كتبوها ليا في التعليقات. كاين ديال الكوير، كاين ديال الدان، كاينين العاديين، كاينين اللي فيهم دو بياس، كاينين الكبار، كاينين الصغار، بحال مثلا هذا ديال الدان فيه غير جوج ديال البياسات. كاين هذا الغوز هذا اللي محمقني فريمون، هذا زويون فريمون كوت كور، ولكن خفت عاوتاني للدراري وسخو ليا. انا عندي ديال الكوير في الاسود واخا يسخو دغيا تنمسحو، كاين عاوتاني هذا ديال الثوب غزال وراقي، ولكن عاوتاني خفت للداري وسخو ليا. الى عندكم اي حلول كتبوا لي هادشي في التعليقات البنات، غادي نتسنى التعليقات نتاعكم. كاين طبيلات زوينين، كاين عاوتاني هذا ديال الكوير، هذا الى بغيتو تعرفوا الثمن نتاعو بجوج المليون و 40 الف ريال، لكن غزال شفتوا معايا 2200 اورو. وكاين فيه بزاف ديال اللوينات، كاين عاوتاني هذا ديال الدان. ومن بعد ما خديت بعض لي زاكسسوار الخاص بالغرفه ديال تانوس، في اخر اللحظه قررنا نبدلو واحد القنت، او قررنا نزيدو دي زاكسسوار على واحد القنت في المنزل، وغادي نخليكم نتوما تكتشفوا معايا ما هو القنت او ما هي الغرفه او البلاصه اللي غادي نبدا في التبديل ديالها او التبديل ديال الديكور ديالها. غادي تشاهدوا معايا وبزاف منكم راه غادي يعرفوا. في نظركم البنات اش هادشي؟ اشنو هو القنت اللي غادي نبدا نصايب من بعد ما نكمل الغرفه ديال تيانيس؟ غادي نتسنى التعليقات نتاعكم. ودابا غادي نمشيو الى المنزل وغادي نبداو بشهيوات سوما، غادي نصايب لهم الكوتي ياكلوا باش خليوني ترونكيل نكمل المسائل ديال غرفه انس. وصلنا الان الى فقره ديال الكوتي، فقره ديال الكوتي ان شاء الله غادي ندير لهم واحد الميضه خفيفه ظريفه زيونه عزيزه على الدراري الصغورين، وفي هذه الميضه غادي يكون فيها ان شاء الله عصير زيبغي كيك او الكيك اللي تيكون داير بحال الحصان الوحشي، حيت تقطعيه تيكون هكاك مقطع ومقاد، كانوا بايشريو في سوبر مارشي كليهم لا، غادي نصيب لكم ان شاء الله في المنزل. بالنسبه للمقادير هادشي تشاهدوا معايا الان، خاصنا 100 غرام ديال الحليب، 250 غرام ديال الزيت، 4 بيضات، 250 غرام ديال السكر، 25 غرام ديال الكاكاو، وغادي ندير 290 غرام ديال الدقيق، سكر الفاني، وخميره ديال الحلوه، وخاصناها الطاوه هذه اللي تكون هكا ماشي داك الا عندكم طاوه المقوره ما ديروهاش، ديروا هذه اللي فاش يخرج فيها زول. و غادي نخدمها بهذا، يمكن لكم تخدموها باليدات نتاعكم او بالطراب اليدوي. غادي نبدا دابا على بركه الله ندير
البيض هو الاول. كتبوا لي البنات جميع انواع الحلويات اللي بغيتوني نديرهم لكم على القناه. كتبوا لي هادشي ان شاء الله غادي نرجع بشويه بشويه ندير لكم حويجات اللي هما زوينين، او بالاحرى بغيتوا وجبات للعشاء، وجبات للغداء، وجبات خفيفه، وجبات للمناسبات، اي حاجه بغيتوها ان شاء الله غادي نديرها لكم. غير كتبوا لي هادشي في التعليقات. ربعة بيضات كما تشاهدوا معايا الان، غادي ندير السكر، غادي ندير هادو يطربوا مزيان حتى يولي شي شويه اللون تاعهم غادي الابيض، ونزيد عليهم الزيت، ونزيد عليهم الدقيق، نزيد عليهم سكر فاني، ونزيد عليهم الخميره ديال الحلوه، وفي الاخر غادي نقسم واحد النص غادي يكون بيض وواحد النص غادي ندير فيه الكاكاو. طريقه سريعه جدا 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 جدا. طريقه تحضير هذا الكيك او الكيكه طريقه سهله، تتشي الشيشه كما شاهدتوا معايا، زدت الزيت، زدت الحليب، زدت الفاني، وزدت شويه ديال الفاني ليكيد هذا اللي تشاهدوا معايا الان، وبشويه بشويه غادي نزيد الدقيق، وغادي نخلي الخميره حتى الاخر عاد نزيدها. كما شاهدتوا معايا راني فرقتهم دابا على جوج، غادي نقبط الكاكاو وغادي نديرو في واحد فيهم. علاش انايا تنغربل دائما الكاكاو؟ حيت الا حطيتو هكا غادي يكونوا ليا كاكويرات اللي ما غاديش يذوبني غادي تكونوا فيه كويرات اللي ما غاديش يتوبوا، اش غادي نقول لكم، غادي تحلو معاه. دابا غادي نقبض الان بحال هكا. كيفاش غادي ندير؟ غادي نقبض جوج ديال المعالق، غادي نبدا الطبقه السوداء هنا هول، دونك هنايا غادي ندير معلقه، غادي نزيد واحده اخرى، بحال هكا نقبض الاخر، وندير في الوسط علقة، نزيد على وحده اخرى. واش شويه تتعذب في الاول خاصكم شويه تصبر. ايبو اي حاجه تتبيوها تكون زويونه راها خاصها شي شويه ديال الصبر. دابا غادي نديرها في الفران، غادي نديرها في الفران، غادي نديرها على درجة 170 لمدة 35 دقيقة. وإلا بغيتو تعرفوها واش صاوت ولا لا، غتقلبو واحد الموس نقي، غادي تدخلوها فيها، إلا خرج لكم الموس ما فيه والو يعني خاوي، يعني راه صافي راه طابت فيولي. نوري لكم الكيكة، صافي هي طابت. والمائدة ديال الكوتيل كيك تيجي بحال هكا، درت ليهم مائدة اللي هي زوينة، شريت راحتي باش قبل ما نعرف شكون اللي يدير بحالي. كتب لي هادشي في التعليقات الى عجبكم اللي بغيوش البنات، درت لكم طريقه التحضير نتاعهم في واحد من احدى الفيديوهات، واللي بغى القهوه تنديرها ليه، واللي بغى الشوكولاته تما تنديرهم ليه. بهذه المناسبه حبيباتي بغيت نقول لكم عواشركم مباركه وعيد مبارك سعيد، وكل عام وانتم بالف خير. نعرف بان كاينه واحد الفئه تحتفل بالعيد المولد النبوي، وكاينه واحد الفئه اخرى لا تحتفل بالعيد المولد النبوي، وانا احترم جميع الفئتين، وان شاء الله درت شي حاجه في هذا العام هذا وغادي نصورها وغادي نديرها لكم. المهم هذا الفيديو هذا راه عرفت بانه غادي يجي نهار عيد المولد النبوي.
دابا بالنسبه لهاد الخلطه هنايا كاينين هاد لي كنهضروا عليهم وريتهم لكم، نوري لكم غير التصاور اللي درت فيهم. التصويره الاولى هادي ديال تانوس، والتصويره الثانيه هو وميسه ديال وحده هنايا ووحده هنايا هكا، ولكن هنايا الفوق ديال هذا شريت ليه بعض الاشياء اللي غادي نحطهم، وإلا درت عاوتاني هاد الشكل حيت ونحط عاوتاني هاداك لا ديكوراسيون غادي داكشي كثير يجي مخبز غير ماشي يجي فين، وبس من الأحسن نحطو وحدة هنا ووحدة ووحدة هنايا، وهداك من النص نحطو في الوسط ياك داكشي ديال لي هنايا مخي، دونك دابا نحط من النص في الوسط نحط عليها. ما هو رايكم؟ نوري لكم الحد، هذا راه حيت ليها النم راه ما تنحشمش، هذا راه حيت ليها النم تاعها وحيت بغيت نرجعو ما عرفتش كيفاش نرجعو، دونك الا شريتوهم ما تحيدوش ما تحيد خسرولهمش هاد العيبه الا ما تعرفوش ترجعو، بغيت نرجعو مزيان من زويون ولكن ما عرفتش، وراه خاصو يرجع زوين ومزيان. بالنسبه للقنت ديال اللعيب غادي نديرو ليه هنايا فهاد الحيط حيت زرق خلاص راه ما عرفت، ولكن ما عرفت كيفاش يبان لكم ولكن راه كبير، راه هذا الحيط كبير. وبالنسبه للحيط غادي ندير ليه حوايج ديال الرسوم المتحركه اللي كادر بحال هادو اوريتهم لكم، كاين عاوتاني هذا ديال بابا تخوي واحد هنا غادي نلصق ليها وحده هنايا، قولوا لي الراي ديالكم انا نصحو انا قولوا لي اخي واش الجو زوين ولا لا، لكن تيجي راسي بحال كثرت لي كاد بدا تمشي داك القنت الاخر انا وياكم، وقولوا لي كيفاش نحل الباب شوفوا معايا هادشي واش كثرت فيه لي كاد ولا لا، واش شي شي كثير ولا لا، ثاني ما بغيتش لا شوم تكون يكون فيها بزاف ديال الاشياء. المهم كاينين جوج هنا تضروا، كاين واحد هنا هنا ما كاين والو، وكاينين جوج هنايا ما كثرش ياك ما عرفتش. المهم قولوا لي الاراء نتاعكم ان تحت في التعليقات، ولا نهز هاد الجوج نحطهم تماك حدا المرايه، غادي نخليهم بولاسون هكا وغادي نشوف بشويه بشويه انايا تنزيد وبشويه بشويه تنشوف لحقاش كاين بعض الاشياء اللي خاصني نزيدها ولا ندير منها بالنقص. الاشياء اللي قلت لكم غادي نزيدهم هما هادو، هادو اللي شفتهم هنايا في واحد المجله ملصقينهم في الحوايط في الحائط يجوا زوينين، نلقطهم في اكسيون بثمن اللي هو مناسب بحال مثلا هادي الحيطه بحال هكا تجي هكا في الحيط تجي زوينه هكا في الحيط، دونك خديت هادي في الابيض و خديت هاد النوع هذا ديال الحركة و خديت منهم جوج ها خديت عاوتاني هاد النوع هذا، خديت عاوتاني هاد النوع هذا النوع خاص بالغرف ديال الدار، صوري نوري لكم غير كيفاش داير غير بحال هكا. المهم بالنسبة حاول نسق شي جديد بعدا داك الحيط، ما نعمرش جميع الحيوط ولكن على الأقل داك الحيط اللي غادي يكون فيه لي جو نلصق فيه هادو، نوري لكم البلاصة ديال غنوز زوينة ها في كان بغيت نلصق وحده هنا وغادي نلصق عاوتاني وحده هنا، عندي فريمون من ليا ما مكتبينش بزاف نضره فريمون انا يعجبوني جو زوني تنظن غادي نحبس البلاص
بابا قنعلو قولو ياك الا بغيتو نخربق الدنيا عاوتاني تنظن غادي نحبس من التعلق. ما هو رايكم؟ فريمون فكره ممتازه، فريمون زوينه بزاف، انا عجبتني بزاف هذه الفكره هذه. وشريت ورود وريضات دايرين بحال هكا، دونك هاد الوريضات شريتهم باش نعلقهم في الجناب، باش نعلقهم ليه كاع في الجناب. دونك انا هي درتو غير باش تشوفوا معايا، غادي نحيدو لحقاش باقي ما نشفش. هاد القنت هذا شريت هاد النوع من صبورة الصغيرة، داير بحال هكا، غادي تجي فريمون فنينة وزوينة بلي فيه شي حاجة. يلا غادي نكتب ليه فيه الاسم ديالو يعني، سواء غادي نكتب ليه فيه لوفيو أو غادي نكتب ليه فيه شي حاجة، هو غادي با غادي يكتب ليه وأنا غادي نكتب ليه وميسا غادي تكتب ليه شي حاجة، غادي يبقى دائما معلق هادشي هنايا. ومازال الأشياء اللي هو بسيطة ولكن مترجع الغرفة نتاعتو كوكونين هاكا زوينة، فريمون غرفة ليا شخصية لحد الآن كلشي هو هذاك، ولكن باقي ما كملناش حيت ديك ليماج لي درت ديال النوس، غادي نلصق فيها جوج شوفو معايا اش غادي ندير فيها. زهور هادو شريتهم من أكسيون، شوفو معايا دايرين بحال هكا، كاينين هادو وكاينين عاوتاني هاد النوع هادو. نورمالمون هاد النوع هادو تيليقو للسرابت لحقاش فيهم هاد الحديدة هادي، دونك متجيبي سربيتات ديال بلاطابل بحال هاكا. نقوليكم هي كيفاش تخدمو لحقاش كاينين عندي وحدين بحالهم في اللون الأحمر، دوكا غادي يخرجو عندي وحدين بحالهم في اللون الأحمر، تنديروهم مرة مرة إلا كان شي عشاء أو منسي ولا هاد الحب ولا شي حاجة. شتو معايا؟ داير بحال هاكا، هادو تيتلواو في السربيتات أو تيجيو هاكا زوين، تيجيو فغيمون زوينين أو تمن لي هو مناسب. لحقاش ما غادي يبان لكم والو حيت الشمس بدات دابا تغرب. هاي هي نسل الغرفه نتاعتو راه باقي ما كملاتش. سي تا شومبر جو سي كو سي تا شومبر. انا مو جي با انكور تيرمين. وا كيفاش جا قولوا لي في التعليقات. وهذه هي الطبله من بعد ما ركبناها، قولوا لي في التعليقات كيفاش جاتكم، كيفاش جاكم هاد الكوان هذا، واش نزيد فيه شي حاجه ولا صافي نستوبي؟ الا بغيت نزيد عاوتاني فيه شي حاجه قولوها ليا، الا قلتوا ليا صافي ما تيجي والو راه غادي يجيك عاوتاني كثير بزاف، قولوا لي هادشي في التعليقات. وخلاص هاد القنت هذا غادي يبقى هكا مع الاشعه ديال الشمس، وهاد القنت هذا حتى هو في الحائط غادي يبقى هكا، وهاد الحائط حتى هو غادي يبقى هكا. دابا هادشي كاع اللي عندي هنايا فوق الناموسيه، ندير لي دغا ديال الناموسيه. نسيت ما قلت لكم باننا شرينا حتى الكويت، وهاد العيبات هادو اللي وريتهم لكم حتى هما غادي نديكو، المهم غادي ندير فيه، يمكن غادي نحطهم هنا نحطهم في الارض، المهم غادي نشوف. هادشي ان شاء الله غادي تشاهدوا معايا ان شاء الله غدا. وانايا تنجمع لقيت عاوتاني هاد العيبات هادو وقلت فهمو زوينين، يمكن غادي نعلقهم فوق الحائط لحقاش الحائط جاني بحال شي شويه قوي، خصوصا هنايا ما غادي يكون حدا حتى موبل حتى والو، ممكن هاد العيبه هادي على شكل قلب. اوكي غادي نحيد بعدا نحيد لكم شي شويه من حيت الشعر وراو نحط الاخرى لهي كيفاش جاتكم. هلا والله جات زوينه، جات زوينه والا. وهذا غادي نحطها عاوتاني هنا ونشوف واش فكره زوينه ولا ما فكرش زوينه.
Il n'est pas là, Maïssa. Bonjour, vous n'auriez pas vu une petite fille à peu près 8-9 ans? Non. Qui sent très fort à la transpiration. Allez, sortez. Allez, c'est moi qui compte. Maintenant, c'est moi qui me cache. هالصورة هذه ديال إحدى المتتبعات، أشكرك حبيبة. دونك بالنسبة لهاد الصورة فديال النافذة ديال الشومغ ديال تولدها تتسد بالساروت الشرجم، وهذه فكرة اللي هي ممتازة جدا. واش غادي نقول لكم، الولاد وحتى زوجي ما خلانيش نكمل الغرفة، والمغرب والعشاء قريب، غادي نخلي هادشي كما هو وغادي نزل نحضر ان شاء الله الوجبه ديال العشاء. غادي نحضر لهم وجبه العشاء لذيذه جدا، تيبغيوها الصغار وتيبغيوها الكبار، وان شاء الله نكمل لكم هادشي غدا. مرحبا بكم من جديد في مطبخي. غادي نحضروا ان شاء الله العشاء او الغداء. كاين بزاف اللي يدير لي بات في الغداء، خصوصا هنا في الدول الاوروبيه. انا بعد المرات حيت ما تيكونش عندي بزاف ديال الوقت، بغيت ندير شي حاجه خفيفه ظريفه، كندير لهم لي بات في الغداء. اما بالنسبه للدول العربيه فلي بات ياكلوهم بالاحرى في العشاء. بالنسبه لي بات غادي ندير جوج ديال انواع ديال لاصوص، وغادي ندير لي سباغيتي. دونك ديما انا تندير هاد لا مارك، هادي لا مارك بونزاني، وغادي نديرهم بجوج طرق اللي هما مختلفه. غادي نديرهم بطريقه الحاره اللي كتعجبني بزاف، وغادي نديرهم بطريقه ديال لا كريم. بالنسبه لاصوص رقم واحد غادي يكونوا فيها ان شاء الله الفلافل الملونه. انا ما بقاش عندي الفلفل الاحمر، الا عندكم فلفل احمر ديروا ثلاثه ديال الانواع او ثلاثه ديال الالوان ديال الفلافل. ندير فيها مطيشه محكوكه، ومن الاحسن تحكوها بالحكاكه اليدويه ماشي الحكاكه الكهربائيه. ونحتاج الى فواكه البحر، انا درت لي كروفيت. وغادي نتبلها بشو شويه ديال القزبر والمعدنوس والثومه. الثومه ضروريه جدا في السباغيتي. وبالنسبه للتوابل غادي ندير شو شويه ديال الفلفل الاسود، شو شويه ديال الفلفله المطحونه، وشو شويه ديال الخرقوم، وشو شويه ديال الكمون. اما بالنسبه للصوص رقم 2 فان شاء الله غادي نديرها ولكن بلا كريم، لا كريم فريش. غادي يكون فيها الحوت الابيض، نحتاج الى جزر مقطع على هذا الشكل هذا، نحتاج الى الفطر الابيض مقطع الى شرائح صغيره، نحتاج الى لا كريم فريش. بالنسبه للتوابل غادي ندير تقريبا نفس التوابل، غادي ندير شو شويه ديال القزبر والمعدنوس، القليل من الثوم، غادي ندير الابزار والقليل من الكمون، وشو شويه ديال الخرقوم، وما غاديش ندير فلفله مطحونه فيه. دونك هنايا غادي تكون صوص حمراء، وهنايا غادي تكون صوص اللي هي بيضاء. غادي نبداو دابا على بركه الله بلا صوص رقم واحد، ولكن غادي ندير السباكيتي نتاعنا يطيبوا وغادي نحطهم على جنب، وان شاء الله غادي نبداو في تحضير لاصوص رقم واحد. بالنسبه للسباغيتي انا ما تيتعجنوا لياش، علاش؟ لحقاش ديما تنخذ هاد لا مارك، هادي لا مارك بونزاني، وان فوا تيطيبو كيما غادي تشاهدوا معايا بعد قليل تنديرهم في الماء بارد. ان فوا يديروا في الماء بارد عاد نديرهم شي شويه ديال زيت الزيتون، وما تيتلصقوش وتيبقاو محتفظين على الرشاقه نتاعتهم. حتى لي سباغيتي محتفظين على الرشاقه نتاعتهم، دونك فريمون ما تيتلصقوا لياش بهاد الطريقه كيما غادي تشاهدوا معايا الان. هنا الماء غلا، درت فيه واحد النقيطه ديال الزيت النباتي باش ما يفيض لياش، ودرت فيه الملحه. ماما يعني صافي دابا غادي ندير فيه لي سباغيتي ديالنا. صافي نزلات كلها هي، غادي نخليوها طيب بواحد الخمسة حتى لسبعة ديال الدقائق، ما تدخلش وقت كثير في الطياب.
ما تخليوهاش طيب بزاف باش ما تهرى ليكمش. الا هرات عاوتاني انا ما تعجبنيش السباكيتي تكون نهاريه حتى لي بات. اون فوا تطيبو شي شويه صافي تنحيدهم. دونك غادي نبداو دابا على بركه الله. اول حاجه هي تندير الزيت العود او زيت الزيتون وهي انا باش نصب لاصوص ديال لي بات. دونك من بعد ما سخنا شي شويه الزيت تندير فيها الطماطم. كما قلت لكم في الاول الطماطم ما خاصكمش تطحنوهم، خاصهم يكونوا محكوكين بحال هكا باش تجيكم لاصوص شي شويه عقده. غادي نحرك عاوتاني هاد جوج العناصر جيدا. الريحه اللي طلعت منها غزاله. دابا اش غادي نزيد؟ غادي نزيد الفلافل. او غادي نزيد لي كروفيت. غادي نخليها طيب واحد الخمسة ديال الدقائق وغادي نطفي عليه. غادي نزيد عليه شي شويه ديال زيت الزيتون من الفوق وندوقها واش فيها الملح ولا لا، وغادي نمر مباشره باش نصايبوا لاصوص رقم 2. دابا غادي نبداو على بركه الله في تحضير لاصوص رقم 2. حيدت لاصوص رقم 2 ابخي غادي نخلطهم. غادي نوريكم انا كيفاش نخلطهم مع السباغيتي. دونك غادي ندير هنايا قطع من السمك، السمك الابيض مقطع الى شرائح، وبي ابخي انا غادي نجي وغادي مازال نقطعو. بالنسبه لهاد الصلصه هذه ديال لي بات زدت فيها ملعقه كبيره من الزبده البلديه وجوج ملاعق كبرى من القشده الطريه. بيني بينكم ما سخيتش بكم، ولكن الفيديو ديال اليوم راه تكمل. نتمنى الى اعجابكم يكون ممتع ومفيد لكم. فمرحب جميع الاقتراحات نتاعكم وجربوا هاد الوصفات وهاد التشهيوات اللي درت لكم، وصفات اللي هما سهله جدا وغادي ينجحوا لكم مليون في المئه. عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليوا لي لايك، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والانستغرام. الانستغرام ديالي هو سما تي في، وشاركوني التعليقات نتاعكم لتدفئة التعليقات. دمتم في رعاية الله وألقاكم إن شاء الله قريبا قريبا جدا على قناة سما. إلى اللقاء.